السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي صديقاتي المتعلمات، مرحبا بكم في فيديو جديد. في حصة اليوم إن شاء الله سننجز نموذج من نماذج فروض المراقبة المستمرة. يتعلق الأمر بالفرد الثاني للمراقبة المستمرة الأسدس الأول أو الدورة الأولى لمادة النشاط العلمي للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي. إذا تابعوا معي، سنقوم بإنجاز هذا الفرد وشرح مجموعة من الأسئلة الصعبة. ننطلق من التمرين رقم واحد. الأول، نأخذ عينتين من التربة S1 و S2 كما هو مبين في الوثيقتين أو الصورتين. تزن كل واحدة منهما 100 غرام، نفس يعني عندهم نفس الكتلة، 100 غرام 100 غرام. نجففهما في فرن ونجهز المناولتين الآتيتين، يعني نجففهما في الفرن لكي نتخلص من الماء الموجود في التربة. يعني يكون عندنا هنا 100 غرام 100 غرام. نصب الكميه نفسها من الماء 100 مليلتر. غناخذ واحد الكاس فيه 100 مليلتر، غنصبوه في التربه الاولى، الكاس الاول، ثم غادي ناخذ نفس الكميه 100 مليلتر غنصبوه في التربه الثانيه. على كل عينه وبعد بضع دقائق نلاحظ كميه الماء المحصل عليها في كل كاس. اذا هنا اخذنا 100 مليلتر وقمنا بصبه او يعني بافراغه على تربه رمليه طينيه، وحصلنا على يعني هذه الكميه من الماء في الكاس الاول. اما بالنسبه يعني التربه الثانيه اللي هي التربه الرمليه، قمنا بصب كميه 100 مليلتر من الماء وحصلنا على هذه الكميه في الكاس. اذا نبدا بالسؤال الاول، قارن كميه الماء المحصل عليها في كل كاس. إذا سنقارن كمية الماء المحصل عليها في الكأس الأول والكأس الثاني. إذا كمية الماء المحصل عليها في الكأس الأول أقل من تلك التي حصلنا عليها في الكأس الثاني، ونكتب كمية الماء المحصل عليها في الكأس الأول في الكأس واحد أقل من تلك المحصل عليها في الكأس 2. بالنسبة للسؤال هو عبارة عن مقارنة في الكأس 2. نمر الآن إلى السؤال الموالي، ما هي التربة الأكثر نفاذية؟ إذا نجيب عن هذا السؤال. قبل ذلك نشرح ما معنى نفاذية. نفاذية يعني السماح للماء بالمرور، يعني ما هي التربة التي سمحت للماء ان يمر بشكل اكبر او يعني اكثر من الاخرى. اذا هنايا انطلاقا من التجربه نستنتج ان التربه الرمليه هي الاكثر نفاذيه للماء، اللي خلت الماء يمر عبر مسامها. اذا هنا نكتب التربه الرمليه أكثر نفاذية للماء، يعني الماء يتسرب داخل جزيئات هذه التربة بشكل أكثر مقارنة بالتربة الرملية الطينية للماء. نمر الآن إلى السؤال الثالث، سؤال موالي هنا الآن، ما هي التربة الأقل نفاذية؟ إذا التربة الأقل نفاذية هي التربة الرملية الطينية. نكتب التربة الرملية الطينية الطينية أقل
نفاذية، بيرميابيليتي، نفاذية للماء. نمر الآن إلى السؤال الرابع، أي التربتين تحتفظ بأكثر كمية من الماء؟ إذا هنا التربة الرملية الطينية هي التي تحتفظ بأكبر كمية من الماء، عكس التربة الرملية فالماء تسرب بين جزيئاتها وخرج منها، ما بقاش فيها. بالنسبة للتربة الرملية الطينية احتفظت بالماء، داكشي علاش عندنا واحد الكمية قليلة هنا هي اللي خرجت، أما الكمية المتبقية فبقيت في التربة، داخل التربة أو التربة الرملية الطينية احتفظت بذلك الماء. إذا نكتب التربة الرملية الطينية تحتفظ بأكبر كمية من الماء نمر الآن إلى التمرين الخامس أو السؤال الخامس، استنتج التربة التي تسمح بنمو أفضل للنباتات. إذا التربة التي تسمح بنمو أفضل للنباتات هي التربة الرملية الطينية، لأنها تحتفظ بالماء مما يسمح للنبتة بأن ترتوي يعني تستفيد من ذلك الماء المخزن في التربة. إذا التربة الرملية الطينية تسمح بنمو أفضل للنباتات. نمر الآن إلى التمرين الثاني مع السؤال الأول، أذكر الكائنات الحية التي تحتوي عليها التربة. إذا التربة تحتوي على مجموعة من الكائنات الحية، إذا مثل ديدان الأرض، النمل، العنكبوت، كلمبولا، حمار قبان إلى آخره، مجموعة من الكائنات التي تختلف من حيث الحجم والقد. إذا نكتب تحتوي التربة تحتوي التربة على ديدان الأرض، نمل، عنكبوت، حمار قبان، كلمبولة إلى آخره من الكائنات المجهرية الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، ما دور الكائنات الحية؟ شنو هو الدور لهذه الكائنات الحية في التربة؟ إذا دور الكائنات الحية تقوم بتفتيت بقايا النباتات المتواجدة في التربة، أي أنها تساهم في تطور الفرش الحرجي وتحوله إلى دبال. إذا تقوم الكائنات، نكتب تقوم الكائنات الحية بتفتيت بقايا النباتات
المتواجدة في التربة أي تساهم في تطور الفرش الحرجي وتحوله إلى دبال، يعني مواد عضوية. نمر الآن إلى التمرين الثالث. أجب بصحيح أو خطأ. الجملة الأولى: الكائنات الحية التي تعيش في التربة غير ضرورية للتربة. إذن هذه عبارة خاطئة، نكتب خطأ، لأن الكائنات الحية ضرورية، يعني ضرورية للتربة لأنها تعمل على تطور الفرش الحرجي. نمر الآن إلى الجملة الموالية: التربة هي القشرة السطحية المفتتة التي تغطي سطح الأرض. إذن هذه عبارة صحيحة، نكتب صحيح. العبارة الموالية: الرياح عامل مسؤول عن زحف الرمال. إذن العامل المسؤول عن زحف الرمال هو الرياح، وهو عامل طبيعي. إذن نكتب صحيح. الجملة الأخيرة: لا تختلف نفاذية التربة من تربة إلى أخرى. إذن هذه عبارة خاطئة، لأن النفاذية تختلف على حسب اختلاف نوع التربة. إذن نكتب خطأ. نمر الآن إلى السؤال الموالي. ثانيا: أذكر ثلاث عناصر مهمة للرفع من المردود الفلاحي. إذن بالنسبة للعناصر التي ترفع من المردود الفلاحي، أولا خص يكون عندنا واحد التربة خصبة غنية بالأملاح المعدنية والمواد العضوية. إذا وجود تربة خصبة ثم بعد ذلك يجب علينا أن نستعمل تقنيات السقي الموضعي. إذا نستعمل السقي الموضعي. ثم يعني باش يكون عندنا واحد المردود مرتفع، نحارب أو نكافح الحشرات بطرق بيولوجية. مكافحة الحشرات بطرق بيولوجية. بالنسبة يعني العنصر الأول وجود تربة خصبة، باش تكون عندنا واحد التربة خصبة تشترط وجود، أولا يكون عندنا إغناء التربة. ما معنى إغناؤها؟ يعني نزودها بالسماد، يعني غادي نديرو تسميدها أو تهوية التربة. يعني التربة خصبة ستكون مهوية، تهوية التربة. باش كنهويو التربة كنهويوها بالحرث، حرثها. هذا بالنسبة لي يعني العنصر الأول، إغناء التربة بتسميدها وتهوية التربة بحرثها. وكذلك يمكن أن نضيف للتربة روت الحيوانات، أي بقايا مخلفات الحيوانات، لإغنائها بالمواد العضوية. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أذكر ممارستين مختلفتين يمكن القيام بهما لحماية التربة. إذا لحماية التربة، أولا يجب علينا أن نضع حواجز
لمنع زحف الرمال، إذا وضع حواجز لكبح زحف الرمال، يعني باش نمنعو زحف الرمال. ثم منع الرعي الجائر، مثلا منع الرعي الجائر أو بغرس الأشجار، عملية التشجير غرس الأشجار، أو بهذا منع قطع الأشجار، منع قطع الأشجار يعني ضد ديالها هو غرس الأشجار. هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث. إذا أنا طلبوا منكم يعني تكونوا غير جوج الممارسات، يكفي أن نضع مثلا غرس الأشجار، منع الرعي الجائر، وضع حواجز أو منع قطع الأشجار إلى آخره. نمر الآن إلى التمرين الرابع والأخير، وتصميم الجدول جانبه بما يناسب. إذا هنا عندنا يعني معجم المصطلحات، يعني الكلمة ومقابلها باللغة الفرنسية. تربة باللغة الفرنسية on dit sol، نكتبوها سول، بما ان الكلمه تبدا بالماجيسكول غنكتبوها بالماجيسكول سول. هنايا عندنا ايمي هو ذبال، اذا وهكذا نكون قد اتممنا الاجابه عن الفرد المتعلق بماده النشاط العلمي للمستوى الخامس. المرجو دعم القناه والضغط على زر ابوني ليصلكم كل فيديو جديد. إلى اللقاء.